الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصفها وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لي نسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل إن شاء الله في اللقاء الثاني في شرح باب الفرائض لمولانا الإمام البخاري. والمرة السابقة كانت مقدمة والمرة دي مقدمة. المرة الجاية إن شاء الله نقرأ الأحاديث وهي 56 حديث، مش كلها في الفرائض، فيها فرائض وفيها الوصايا وفيها آيات، حاجات حلوة إن شاء الله تبقى رحلة مباركة إن شاء الله. المرة اللي فاتت إحنا وقفنا عند انتقال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وبدأنا في سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عثمان جمهور الأمة على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صحي مفزوع ووشه محمر، ودي كانت علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ها مشغول كده مهموم. وقال حديث يعني ربنا يسترها، قال ويل، ويل دي لا تقال يعني إلا في مشكلة كبيرة، ويل للعرب من شر قد اقترب. بس ويل للعرب من شر قد اقترب. جمهور الأمة على أن هذا الشر الذي اقترب هو مقتل سيدنا عثمان بن عفان في أواخر سنة 35 للهجرة. سيدنا عثمان أكثر خليفة حكم المسلمين في الخلفاء الأربعة، سيدنا أبو بكر سنتين من 11 ل13، سنتين ونص، سيدنا عمر 10 سنين من 13 لأواخر 23، سيدنا عثمان بن عفان يعتبر من أول 24، لأن سيدنا عمر دفن يوم 30 من شهر ذي الحجة، من 24 لحد قبل خمس آخر يعني في أواخر 35 كده بشهرين ثلاثة. سيدنا عمر لحد سنة 40 كم سنة؟ 4 سنين وشهرين أو 3 شهور. فسيدنا عثمان ده أكبر كمية عاشها. سيدنا عثمان خليفة راشد، سبب توليته تولية صحيحة، انتخابات. مين المسؤول الكبير عن انتخابات سيدنا عثمان بن عفان؟ حصل حرقة ظريفة جدا. سيدنا عمر لما أبو لؤلؤة لعنه الله طعنه قعد 3 أيام مريض، فقال ابعدوا عن ابني، حسب آل عمر أن يحاسب إيها عمر، فاستثناه وقال لهم ركزوا في بقية الإيها العشرة. فأول ما جم اتبقى 6، اتبقى كام يا مولانا؟ اتبقى 6. فحصل عملية تنازلات، ده تنازل لده وده تنازل لده وده تنازل لده، اتبقى مين؟ 3. تبقى هم كام الأول؟ ها 6. واحد تنازل لعبد الرحمن بن عوف، واحد تنازل لسيدنا علي بن أبي طالب، واحد تنازل لسيدنا مين؟ ها عثمان. إذن الستة انحصروا في كام؟ جه سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال أنا منسحب، يبقى كده فين؟ ها في 2. عبد الرحمن بن عوف بدأ يمشي في الأسواق والمتاجر ويقابل الضيوف ويقابل الحجاج، يقابل أي واحد من المسلمين يشوفه
يقول له تختار مين، سيدنا علي ولا سيدنا عثمان؟ وراح لسيدنا عثمان نفسه قال له لو الأمر مش ليك أنت تختار مين؟ قال اختار علي. وراح لسيدنا علي قال له لو الأمر مش ليك تختار مين؟ قال أنا اختار عثمان. فجأة جم التلاتة في المسجد، وراح سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال إن الناس معظمها اختاروا مين؟ اختاروا سيدنا عثمان. راح سيدنا علي مباشرة مبايع سيدنا مين؟ ها بايعه يعني سلم عليه، ومعنى ان انا سلمت عليه يبقى انا ايه؟ ها مبايعه. ومشي. فالمشكله ما فيش مشكله خالص، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ما فيش مشكله خالص، الصحابه ما فيش مشكله خالص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده كاتم اسرار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمه كاتم اسرار بمعنى المستشار الخاص، المستشار القريب من حضرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة تثق في هذا الرجل. فاختار سيدنا مين؟ ها عثمان، مش من اقتناعه الشخصي، اختاره بناء عليها على الاستفتاء اللي سيدنا عبد الرحمن بن عوف عمله، وطلع دي النتيجة. سيدنا علي عمل ايه؟ أول من بايع سيدنا عثمان ومشي، ولم يرد ان سيدنا علي عمل مشاكل ابدا، بل يوم ما قتل سيدنا عثمان بن عفان كان اللي بيحرس على الباب سيدنا علي، سيدنا الحسن، وسيدنا مينها الحسين، بس القتلة دخلوا له من باب خلفي او من الشباك او حاجة زي كده. ورد ان سيدنا علي يعني عنف سيدنا الحسن والحسين واعتذروا له، قالوا له احنا واقفين في ناحية، هم قولوا من الناحية الايه من ناحية خلفية تانية، المفروض الناحية الخلفية تانية حد تاني يحرس. سيدنا عثمان في عهده كان في فتوحات كتير، الشيشان اتفتحت في عهد سيدنا عثمان. في عهد سيدنا عثمان 12 سنة مبلغ كبير السن تقدم سيدنا عثمان، سيدنا عثمان ولا بعض أقاربه، ولاهم مش لقرايبه، كل واحد يثق في الناس اللي يثق فيها، فأنا أثق في بعض الناس خلاص. هو كان يثق فين؟ في بعض الناس، بعض الناس دول قريبه. والتولية مش زي ما احنا متخيلين يا اخوانا، يعني انا دلوقتي بقيت محافظ القاهرة، انا عندي عربية، هناك ده ما عندوش عربية، انا عندي ديوان عام لمحافظة القاهرة، عندي فراشين، عندي تلاجة، عندي ميزانية للأكل والشرب لو انا لو ضيوف جم. الكلام ده مش موجود زمان، كلام ده سيدنا عمر بنفسه، الخليفة سيدنا عثمان بنفسه، الخليفة قاعد في بيته، عايش جوه بيته، ما فرقش معاه حاجة خالص، كل اللي فرق حاجة واحدة بس وهي المسؤولية، فهمتوها؟ فطبعا مش ولا واحد من قرايبه انه يبقى محافظ العراق ان كده يعني في محاباة ابدا، دي كانت التولية في ذلك الزمان نوع من انواع الايه المصيبة. ونحن نحسن الظن بجميع الصحابة، وإذا ورد أمر يحتمل وجهان، يحتمل وجهين وجب علينا تأدبا أن نحمله على الوجه الإيه الحسن، دول صحاب، وسيدنا النبي قال أصحابي عدول، ودي موضوع مفروغ منه. جه في الآخر بقى حصلت بعض الفتن، عملها واحد يهودي الأصل منافق يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر اسمه عبد الله بن إيه ابن سبأ، وهو يمني الأصل، قعد يقلب الأمور والقبائل إلى أن انتهى الأمر باستشهاد سيدنا عثمان ابن عفان ودفن بالبقيع. وبعد ذلك صارت التولية لسيدنا علي بن أبي طالب تولية صحيحة، يبقى كده خد سيدنا علي الحكم، إيه شرعيته؟ شرعيته يعني دليل القوة مبايعة ايه من اخواننا؟ ها مبايعة الناس. فسيدنا علي خلافة صحيحة. طبعا عبد الله ابن سبأ والمنافقين والناس دول بدأوا ينخوروا في امور كثيرة، الى ان ظهرت اول مشكلة تعترقهم سنة 36 وهي موقعة الجمل. موقعة الجمل في ليلة واحدة، في يوم واحد، رحمكم الله، مات 18,000 مسلم. سنة كام يا اخواننا؟ 36.
وسموها الجمل لأن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها خدها طلحة وخدها الزبير بن العوام وراحوا علشان يصلحوا بين أعداء سيدنا علي وبين مين؟ وبين سيدنا علي، إن إحنا نجيب الثأر لسيدنا عثمان. وسيدنا علي ما تباطأش، بس سيدنا علي بيدور على الدليل القاطع على مين؟ ها؟ على اللي قتلوا سيدنا مين؟ سيدنا عثمان. المهم انتهى الأمر إن السيدة عائشة هترجع مكانها والمشكلة إن شاء الله تتحل، وسيدنا علي وعد إن هو يمشي في الإجراءات لكن ما ناخدش حد ظلم، والسيدة عائشة هترجع. فجأة الجماعة المنافقين دول حسوا إن الموضوع هيبوظ، راحوا جم بالليل ضربوا فين؟ في الجماعة اللي جايين يحاربوا مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقامت معركة، كل واحد بيظن إن ده هو اللي إيه؟ اللي موت ده أو ولد اللي ضرب ده. وأكبر دليل إن أخو السيدة عائشة نفسه كان من ضمن جيش مينها؟ جيش سيدنا علي، وهو اللي خد الجمل بتاع السيدة عائشة ومشي، ووصل سيدنا علي السيدة عائشة 12 ساعة وكمل المشوار سيدنا مينها؟ الحسن، لحد ما وصلوا السيدة عائشة إلى المدينة المنورة. تاني حادثة سنة 37 في موقعة صفين، لما سيدنا معاوية قال إن أنا بقى إيه؟ أنا الخليفة، وعمر بن العاص أيده، وحصلت مشاكل ومات خلق كثير سنة 37 في موقعة إيه؟ صفين، وانتهت بالتحكيم. أول ما جوم عند التحكيم راح طلع بعض المسلمين من صفوف سيدنا علي، ودي أول فرقة ظهرت في الإسلام، وهي فرقة إيه؟ الخوارج. الخوارج عملوا إيه؟ أقروا خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي قبل التحكيم، وقالوا له ما دمت رضيت بالتحكيم يبقى أنت على غلط. فهمتوا ولا فهمتوهاش؟ بالعكس، هو رضي بالتحكيم عشان الصلح بين الناس. فبقى في حروب مع الخوارج، وفي حروب مع سيدنا معاوية في الشام، وطلع من مؤيدين سيدنا علي الغلاة اللي قاله سيدنا علي، فبدأ سيدنا علي إيه؟ يحاربهم. شفت كده بيحارب في كم جهة؟ خوارج، ها، وشيعة، ومين كمان؟ وسيدنا معاوية في الشام، ثلاث جهات. ولذلك قعد 4 سنين لم يرد إنه نام، إنه حط ظهره كده على السرير أبدا، كان ينام زي ما احنا قاعدين ويعمل كده هو. انتقل سيدنا علي، مسك الخلافة سيدنا الحسن. بعد 6 شهور سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه آثر دماء المسلمين، وكانوا يشتموه، كانوا يعني معنى الكلام يقولوا له يعني يا عار المسلمين، لكن هو كان يقول لهم أنا حصنت دماء إيه؟ المسلمين. وحصلت شروط بينه وبين سيدنا معاوية، وصحت الخلافة لسيدنا معاوية والأمر انتهى. جه بعد كده سيدنا معاوية يزيد، معاوية ابن يزيد ابن معاوية، الراجل ده طلع طيب شوية وقال لهم أنا ماليش دعوة بالخلافة، سيبها لكم ماشي، ودخل بيته وقعد له 2 شهر ومات. فحصل هنا تطاحنات بين مين ومين؟ بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الحكم ابن مين؟ ابن مروان. انتهت إن عبد الحكم ابن مروان خد العراق، خد الشام ومين؟ ومصر، وعبد الله بن الزبير خد الحجاز وخد العراق، وكان لما يحجوا يستأذنوا عبد الله بن الزبير ويحجوا، لحد ما جه الحجاج وراح حارب عبد الله بن الزبير وقتله في مكة. ورجعت الدنيا توحدت تاني على مين؟ ايد بني أمية. طلع لهم المختار الثقفي، بعد كده سيدنا الحسين نال الشهادة 61، بعد كده الخوارج الأزرقية طلعوا تاني، الشيعة طلعوا تاني، بدأت تطاحنات من يمين ومن شمال، وبدأ بعض الناس يبعدوا عن القرآن ويقربوا للسنة، والسنة مش مكتوبة يعني مكتوب بعضها. فبدأت كل فرقة من هذه الفرق تعمل ايه؟ تحط أحاديث اللي غلط سيدنا معاوية، اللي يأيد سيدنا علي، اللي غلط الاثنين. فبدأ عصر الوضاعين ايه؟
يظهر. ادي واحدة. اذا من اول اسباب المشاكل في السنة والوضع في السنة ان الفرق. بس طبعا احنا ما نقصدش، احنا بنتكلم في الفرق اللي فيها ضلال، في فرق ما فيهاش ضلال، فهمتها؟ ماشي، انت تؤيدها تخالفها ما اعترضناش، لكن مش كل الفرق وضعت في الاحاديث. نمرة اتنين، بدأوا يوضعوا احاديث في فضائل السور، ولذلك قبض على واحد وأعدمه وقال لهم انت هتعدموني، طب هتعملوا ايه في 1000 حديث انا وضعته في فضائل السور؟ قالوا ايه اللي حملك على كده؟ قال لهم وجدت الناس صدوا عن القرآن وذهبوا الى السنة فأردت ان يعودوا، فحط 1000 حديث النبي ما قالهاش صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، ايها من ده حديث متواتر يا مولانا، فخلي بالنا. نسأل الله ان ربنا ما يجعلناش من الكذابين على رسول الله ابدا. اللي يكذب على سيدنا النبي انتظر مكانه بقى في جهنم. الى ان مسك سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة. انت عندك عبد الحكم بن مروان، جي ابنه عبد الملك بن مروان، جي اخوه سليمان ابن ايه عبد سليمان ابن سليمان، ده اخو الوليد، معلش يبقى عبد الحكم، بعد كده مين؟ ها مروان، بعد مروان ابنه بقى، ابن الوليد ابن مروان ابن عبد الحكم. يا ابني ركز معاي، يا ابني ركز معاي. واحد عبد الحكم الكبير، بعد عبد الحكم ابنه عبد الملك ابن مروان، بعد عبد الملك ابن مروان ابنه الوليد ابن عبد الملك، ها اخوه سليمان، ابن عمهم عمر ابن عبد العزيز، بعد كده يزيد. اتفقنا؟ سيدنا عمر ابن عبد العزيز ده لما مسك الخلافة سنة 99 وانتقل لرحمة الله سنة كام؟ 101، فكر في جمع السنة، فجاب أكبر كبراء علماء السنة في ذلك الزمان، وهو مين؟ الإمام الزهري الذي انتقل لرحمة الله 124 أو 125. هذا الرجل العظيم جمع السنة بطريقة في غاية الجمال. كل منطقة كلف الكبير العالم الكبير فيها بالجمع. يعني القاهرة في مصر كان القاضي حبيب، مش عارف في اسكندرية القاضي مين، في بورسعيد القاضي مين، فكل مكان كان يجيب ايها الكبير بتاعه يجمع الايها السنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز انتقل لرحمة الله، يعني هو قعد الراجل 100 و101 ومات، وقبره في سوريا. كمل المشوار الزهري، فطلع على هذا الجمع في المدينة المنورة الإمام مالك، وطلع على هذا الجمع في الكوفة الإمام مين؟ أبو حنيفة. ومن المدرستين طلع الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل طلع من وراء الشافعي. فإذا هذا الجمع استفاد منه مين يا سيدنا؟ المذاهب الأربعة وغيرهم. وجمعت السنة، وجي بعد ذلك مولانا الإمام مالك، اتولد سنة 93 وانتقل سنة 179، عمل الموطأ. كلمة موطأ عشان يكون سهل، ها الناس تقراه وتفهمه. وعدد أحاديثه 1750 حديث. الإمام الشافعي مدحه، قال إن ده أصح حاجة بعد القرآن الكريم. طبعا كان لسه البخاري ما جاش. الإمام الشافعي جمعوا له المسند، بدأ علماء الحديث يطلعوا ويظهروا، لحد ما ظهر منهم مولانا الإمام البخاري المولود في بخارى سنة كام؟ 194، وانتقل في نفس المكان سنة كام؟ 256. طلع من وراء مسلم، ومن وراء الترمذي، دول تلاميذه، أبو داود، النسائي، ها ابن ماجة، أدي الكتب الستة. طلع بعد كده مين بعد الكتب الستة؟ ها
لما نقول السبعة أحمد بن حنبل، طب عايزين نزود صحيح ابن حبان، عايزين نزود ابن خزيمة، عايزين نزود الحاكم. كل الأمور دي كلها جمع للسنة. طلع بعد كده كتب اهتمت بأقوال الصحابة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين زي الموطأ، طلعت الخاصة بكلام سيدنا النبي بس صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم، الخاصة بأبواب الفقه طلعت كتب السنن. ده الفرق بين الصحيح والسنة. فالبخاري نقرأ باب الجهاد، نقرأ باب المناقب، نقرأ باب التوحيد، لكن أبو داود ما فيش الكلام ده. أبو داود أبواب إيه؟ أبواب فقهية. طلعت فيه كتب مرتبة حسب الأبواب، وطلع فيه مسانيد مرتبة حسب الرواة. فمسند أحمد أبو هريرة، الحديث الأولاني في الطهارة، الثاني في الصلاة، الرابع في البيع والشراء، مش مشكلة، هو يجمع أحاديث مين؟ أبو هريرة تحت بعض. أما الصحاح، أما السنة، السنن، لا، السنن مرتبة حسب ترتيب ليها الأبواب. كتب اهتمت بالحديث الصحيح زي البخاري ومسلم، الصحيح والحسن والضعيف كباقي السنن. الرواة يبقى المسانيد. طلعت المجامع، المعاجم، معجم الطبراني الكبير 25,000 حديث، الأوسط 10,000 حديث، الصغير 2,000 حديث. وكان يجمع إيه بقى؟ كان يجمع ما تفرد به شيخه، ما تفرد به شيخه. فأنا بروي مليون حديث، بس في حديث واحد بس ما حدش يقول لنا، هو يجيبه ويقوم حطه. فالمعجم الكبير 25,000، 10,000، كثرة المشايخ وكثرة العلم وكثرة التفردات. جت بعد كده مرحلة الشروح، بعد كده مرحلة الاختصارات، ولكن أحاديث النبي كلها صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء 1,200,000 حديث. في أحاديث ضاعت كتير، ضاعت في زمن التتار. التتار دخلوا العراق الخلافة إمتى؟ حد فاكر؟ 656. تتار 656 بدأ يفكروا في حربنا 603، أول المعارك 613، الفكرة في الاختراق لبغداد 620. 620 بدأوا ياخدوا إيه؟ قرار لبغداد. وكل ما يخترقوا دولة يعملوا طريق، الطريق ده ممدود من منغوليا أصل التتار إلى أن وصلوا أسوار بغداد 656. 656 لما جم كل بلد احتلها التتار كانوا يقضوا على جميع الأحياء اللي فيها، يمكن كانوا يموتوا القطط والكلاب، وكل مرة يخدعوا المسلمين. اقرأ هذا الكلام في كتاب اسمه الفتوحات الإسلامية لمولانا زيني دحلان، الفتوحات الإسلامية مجلدين لمولانا زيني دحلان، يعني حاجة عجيبة. المهم إن هذا هؤلاء التتار دول بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا هولاكو نفسه، جنكيز خان نفسه، بناخدهم بتعملهم. وصل الأمر بيهم إن هم كل بلد يحتلوها يقتلوا جميع من فيها. سبحان الله، فضل مولانا، ويقتلوهم. وفي كل مرة يضحكوا على الدولة اللي هيروحوا لها ويقولوا لها سلموا نسيبكوا تعيش. أهلا مولانا، تفضل تسيب تجيب عاد لي يسمع الدرس. أمومتي تعذيبة قال الله يا لا طبعة الحلبي، بس الحلبي اللي في جواد حسني مش هنا، جواد حسني ده في وسط البلد، مش الحلبي اللي عيسى ولا مصطفى، طبعة الحلبي جواد حسني، هتلاقيها في الكلية الأزهرية مجلدين حلوين كده. شاء ربك ان التتار بيضحكوا على الناس المسلمين كل مرة بنفس الخدعة، واول جيش وقف قصادهم هو اول جيش هزمهم اللي هو مصر في معركة ايه؟ عين جالوت سنة كام؟
658. صلوا على النبي. دي بقى اللي فيها قدس بقى، والفيلم بقى حافظ الفيلم جهاد وسلامة. فاكر الفيلم ده؟ هو ده، هو ده. فاكر انت بنت جدي؟ طيب اتفرجت على الفيلم؟ عارف الفيلم ده مولانا؟ سلامة مش عارفه، هنجيبه لك على سي دي او فلاشة، متخافش لما تنجح هنجيبه لك. المهم شاء ربك سبحانه وتعالى ان في وزير اسمه ابن العلقمي، هذا الرجل شيعي، رجل محترم ابن حلال، راح للخليفة وقال له ايه؟ التتار ناس اقوية، يعني خليك معاهم ايه بالسياسة كده. وكان رئيس التتار يخشى من الخلافة، يعني برضو ايه في حذر، هو شجعه بالرسائل اللي بيبعتها له، كان جاسوس. لحد ما الراجل بتاع التتار قال للخليفة، آخر خليفة من خلفاء بني العباس، قال له نمرة واحد، طلعوا أسلحة الخلافة برة. طبعا لما ياخدوا سلاحك ده انت عايز ايه تاني؟ فطلعوا له الأسلحة، قالوا له كسر أسوار بغداد. الأسوار دي اللي بناها أبو حنيفة، أبو حنيفة كان مسؤول عن بنى بغداد، بناها الخليفة المنصور من 145 وانتهى منها سنة 149، وأبو حنيفة مات 150. فكسروا له الأسوار، ابعتوا لنا هدايا. عارف الخليفة بعت له مين؟ بعت له 5000 بنت بكر. الله، 5000 بنت ايه بكر، مش مجنون ولا حاجة، ما يعرفش ربنا، في فرق، المجنون يعرف ربنا. بعد كده كانوا عادة التتار يأكلوا ويشربوا ويشربوا خمرة ويبرطعوا زي ما هم عاوزين، ويصحوا الصبح يقتلوا كل من في المدينة، وعملوا هذا الكلام في بغداد. ولذلك التتار في مر تاريخهم كله موتوا 6 مليون مسلم. أرض الخلافة دي في اليوم ده موتوا يمكن 1 مليون. شاء ربك سبحانه وتعالى إن هم أبقوا على الخليفة، وأبقوا على بعض الناس الوحشين اللي انتوا عارفينهم، وبدأوا يقولوا لهم العلماء مستخبين فين، ويقتلوا العلماء، وبعد كده يقتلوا التجار. وآخر واحد موتوه كان الخليفة، وموتوه بطريقة ظريفة قوي، حطوه في زلعة كبيرة كده زي بلاص، وقعدوا يدحرجوه برجليهم، فمات الخليفة من كسرة ايه تخبيط الدماغ في الزلعة الكبيرة دي، وغار في داهية، لانه ما يستاهلش يبقى خليفة. فاللي اللي يتخلى عن سلاحه ويتخلى عن اللي بيحميه ويتخلى عن دينه، ده ما بقاش خليفة. ابن العلقمي ده بقى مات بطريقة ظريفة او تعجبك او ربك، اصل ربك سبحانه وتعالى حاجة كبيرة سبحانه وتعالى. ابن العلقمي ظن ان هو هيبقى رئيس العراق، وظن ان هو يستطيع بذلك ان يقضي على مذهب اهل السنة، فربنا قضى عليه كمدا، مات بالحسرة، يسمى كمدا. فكان يقعد على الكرسي كده وهو فاكر نفسه ان هو رئيس للمسلمين. كان لما واحد من التتار يعوز معلش الحصان بتاعه يتبول، كان يتبول في اي حتة تعجبه. قال لك ووصل الامر الى ان بول الحصنة كان بيجي على الجلبية بتاعت مين؟ ابن العلقمي، ومش قادر يفتح بقه، وكانوا يدخلوا عليه بالحصان في المكان اللي هو بيحكم فيه الناس. ففي مرة من المرات واحدة ست قالت له شفت اهل السنة كانوا بيعملوك ازاي، كنت في وسطهم وزير، لك قيمتك ولك احترامك، شفت لما انت سعيت على قضاء الخلافة وسعيت على اذلال المسلمين ربنا أزلك إزاي، حتى وصل الأمر إن بول الحصان يجي على جلبيتك. قال لك فأخذ يفكر فيما قالت المرأة، فمات كمدا، أي مات من شدة حزنه عليها على ما وصل إليه من أحوال. جم مصر، ومصر حدودها من الشام، وعملوا لعبة ظريفة قوي، قالوا طبعا إحنا سلمونا الأمر وبعتولنا نوع من أنواع العبيد كده كهدايا، وتدفعوا الجزية واحنا هنسيبكم ونخش على البلاد اللي بعديكم. فطبعا
كان موجود في ذلك الزمان بقى العلماء الكبار الناس التقال اللي نصحوهم، وكان من ضمنهم العز ابن عبد العزيز ابن عبد السلام، لأن مولانا العز انتقل سنة 660 وتولد سنة 578 578 اتولد في دمشق ومات في مصر سنة 660، فلحق المشاكل هناك ولحق المشاكل هنا، فقعد يحذر المسلمين ويجيشوا المسلمين علشان يروحوا يحاربوا. وبالفعل أول قوة مسلمة وقفت في وجه التتار هي القوة الوحيدة اللي هزمتهم، سبحان الله. فعلا المسلمين بينهزموا بالخيانة والخزلان، لكن أهو ربك كريم وما سمعناش عن التتار تاني. وجي بعد كده بقى قطز، وجي بعد كده الظاهر بيبرس، لحد ما شاء ربك سبحانه وتعالى ان التتار اسلموا. وهذا لم يحدث في التاريخ، لم يحدث في التاريخ ابدا ان بعض الاماكن اللي هم ظلوا محتلينها نواحي بقى الاتحاد السوفيتي والامور دي اسلموا باختلاطهم بمين يا مولانا؟ بالمسلمين. وربك سبحانه وتعالى ربك كريم. هنا بقى سنة 643 انتقل لرحمة الله ابن الصلاح، وابن الصلاح كان ناظر المدرسة الأشرفية، ودي كانت أعلى مدرسة في الحديث، وعمل حركة ظريفة أوي إنه قاعد على الكرسي وقال للمسلمين: دعوني ألخص لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتلخص لنا كل الكلام اللي قاله النبي؟ قال آه. لخص مولانا، راح رايح ملخص سنة النبي صلى الله عليه وسلم في 26 حديث، زي حديث لا ضرر ولا ضرار، ده يدخل فيه أحاديث كتير قوي، إنما الأعمال بالنيات، أحاديث كتير قوي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدخل فيه حاجات كتير قوي. فجمع لهم 26 حديث وانتقل لرحمة الله سنة كام؟ ها لسه قايلنا، ده احفظه، ده 643، ده صاحب المختصر، مختصر في علوم الحديث اللي الناس كلها قعدت تتكلم فيه، اللي هو مقدمة ابن الصلاح، اللي يشرح واللي يختصر واللي يعمل نظم واللي يعمل نثر، الدنيا كلها اشتغلت على خلاصة ابن الصلاح في مصطلح الحديث. ابن الصلاح كان عالم كبير ملو هدومه، جه بعد وعالم، جه بعده مولانا الإمام النووي اللي اتولد في نوى 631 وانتقل لرحمة الله سنة 676، قال: دعوني ألخص لكم كلام رسول الله. عملي حط 26 بتوع ابن الصلاح، لأن النووي بيحبه. النووي كان يصلي في كل مكان في المدرسة الأشرفية، ليه مولانا؟ قال: لعلي أن أصلي في مكان صلى فيه ابن الصلاح. نعم، شمع النوى دي في هناك في سوريا، في سوريا. مولانا الإمام النووي حط 26 حديث بتوع مين؟ وراح مزود عليهم 16، يبقى 16 و26 كم؟ 42. ده اللي سماها الأربعين النووية. طب حذف الاثنين ليه؟ حذف الاثنين من التقريب، فأنا معايا 27 جنيه، أقول معايا 30، معايا 23، أقول معايا 20، من بابها التقريب. ودي ال 42 حديث، ودي بداية أي طالب علم للحديث، بس يطلب الحديث رواية ولا دراية؟ لا، دي بداية علم الحديث رواية، دراية يعني مصطلح الحديث، مصطلح الحديث صحيح وضعيف وحسن كده، إنما ده مصطلح الحديث، علم الحديث إيه؟ رواية، اللي هو حدثني رسول الله، قال رسول الله، وانتم ماشيين هنقول دلوقتي. فجي مولانا النووي راح مزودهم بقوا 42 حديث. بعد كده جي مولانا مين؟ ابن رجب الحنبلي، وراح مزود 8 وبقوا كده كمها 50، وشرحهم في جامع العلوم والحكم، لكن احنا خلينا مع ال 42 حديث بتوع الامام ايها النووي رضي الله عنه وارضاه. ودي بداية علم مصطلح الحديث رواية. فلما نيجي نقول بقى علم مصطلح، علم استغفر الله، علم الحديث، علم الحديث ايه؟ اللي هو السنة ايه؟ ها السنة لغة ايه مولانا؟ ها الطريقة. طيب، وفي الاصطلاح كل قول
أو فعل أو تقرير أو صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ده كلامه، الفعل صلوا كما رأيتمني أصلي، التقرير سيدنا خالد بن الوليد قال له تعالى كل معانا الضب، قال له لا حرام، قال له نفسي تعافوا، يبقى أقره أنه حلال ولا ما أقروش؟ أقره. وتقرير صلى الله عليه وسلم كفعله. طيب، وإذا اختلف الفعل مع القول مثلا، ها نمشي ورا القول، قد يكون الفعل خصوصية وأنا ما أعرفش. الصفة كأحاديث الشمائل، كان ربعة، كان صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء كده. آدي التعريف. الحديث رواية، حكمه إيه؟ حكم تعلمه ها فرض كفاية، فرض إيه ها؟ آدي كده اتنين. ثمرته اللي تعلم علم الحديث ده فايدته إيه؟ فوز بسعادة الدارين، شرفه من أشرف العلوم لتعلقه بأفعال وأقوال وتقريرات وصفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف الشيء فيما يتعلق به، وهذا العلم متعلق بكلام النبي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي وصفات النبي، فده أحسن حاجة. استمداده من فين بجيب أنا هذا العلم؟ من كلامه، من فعله صلى الله عليه وسلم، من تقريراته، من إيه؟ من صفاته صلى الله عليه وسلم. أول من دون في هذا العلم بسميه الواضع مين؟ الإمام ها الزهري اللي مات 124 أو 125. مسائله إيه؟ مسائله إيه؟ القضايا اللي ببحث فيها؟ ها ببحث في كلام النبي، ببحث في أفعال النبي، في تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه علم السنة، علم الحديث، وكثرة الأسماء تدل على شرف الإيه المسنى المسمى علم الحديث رواية. علاقته بالعلوم الأخرى ها أنه من العلوم الشرعية. طيب إيه علاقته بين العلوم التانية المغايرة؟ فعلم السنة غير علم الإيه، غير علم النحو، غير علم الصرف. كده احنا قلنا كم مبدأ؟ حد فاكر؟ يبقى لما اقول التعريف قلناه. طيب بعد التعريف الحكم، اسمه، شرفه، ثمرته، استمداده، مسائله، واضعه اللي هو مين، اول من دون فيه الزهري. ايه تاني قلناه؟ نسبته للعلوم الأخرى. موضوعه بيبحث عن إيه؟ ها عما يتعلق برسول الله اللي هو شخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية إيه؟ كل حاجة. يعني لما يقول لك النبي كان بيضحك صلى الله عليه وسلم، ساعات يطلع صوت وساعات من غير صوت. يطلع صوت اسمه ضحك، من غير صوت اسمه ايه؟ شفت مربينه صلى الله عليه وسلم. امتى يضحك ويطلع صوت؟ في امور الاخره. طب امتى يبتسم من غير صوت؟ في امور الدنيا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبنا 1,000,000 جنيه، الحمد لله، يضحك ضحكه كده. لكن يطلع صوت في امور الاخره بقى، لما آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، مش مننا احنا، الحمد لله نكون سبقنا من زمان ومن ربنا ما يدخلناش النار أبدا. قولوا أمين يا جدع. فقال يا رب أخرجني من النار وأجلسني على بابها. ربك قال له ولا أزيد، قال له ولا أزيد. جي عند باب النار، قال يا رب أستظل كده قدام باب، أنا بختصر بس، قدام باب الجنة شم الهوى اللي طالع منها. فربنا قال له ولا أزيد، قال له ولا أزيد. أول ما جاء عند الباب قال يا رب أدخل الجنة. فداخل الجنة، ده أقل واحد نصيبا في الجنة، أقل واحد نصيبا في الجنة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذة بشرة والشباب بتوعها، أهلا وسهلا، ربنا يكرمهم. قال له ولا أزيد ولا أزيد. في الآخر قال له أخش الجنة. أول ما دخل الجنة ورأى ما أعده الله تعالى له، قال إيه؟ قال يا رب إن كان ده نصيبي فماذا أعددت للسابقين؟ يعني إحنا في عزومة وأنا جيت متأخر، فالناس كلها كلت الأكل، فأنا داخل على البواقي،
البواقي حتة لحمة مقطومة، رغيف مقطوع، فجأة دخلت لقيت 40 بقرة محمرة، مش خروف محمر، بقر محمر. ايه ده؟ فقلت امال اللي جم قبلي دول خدوا ايه؟ لان اقل واحد نعيما في الجنة 10 أضعاف ملك الدنيا وما فيها. النهاردة اللي عنده شقة 200 متر محدش عارف يكلمه، حاسس ان هو ساكن في قصر. اللي راكب موتوسيكل محدش عارف يكلمه، احسن من اللي ماشي على رجليه. لكن شوف اخر واحد واقل نصيب في الجنة 10 أضعاف ملك الدنيا وما فيها. راح النبي ضحك صلى الله عليه وسلم وطلع له صوت. فكان يطلع له صوت امتى؟ وكان ما يطلع له الصوت امتى؟ وكان لما يزعل درجات زعله امتى؟ وشه يحمر بعد كده يعرق؟ كل الكلام ده الصحابة ما سكتوش عليه، وعملوا لنا اعظم كتاب في الكلام ده اللي هو الشمائل للامام ايه؟ ترمذي. عندكم الشمائل ولا ما عندكمش؟ مين ما عندوش الشمائل؟ ليه يا مولانا؟ انت ما خدتش كتب من كتبنا خالص؟ ليه كده؟ حرام عليك. حاضر نجيب لكم الشمائل من عينينا. مين ما عندوش الشمائل؟ برضو ما عندكش الشمائل؟ امال احنا فرقنا لمين يا صاحبي؟ طيب احنا كده نعتبر واقفين بقى عند البخاري. المرة الجاية ان شاء الله نكلمكم كده 5 دقايق عن ترجمة مولانا الامام البخاري، ونكون صورنا لكم الكتب ونديها لكم، وهي 10 ورقات هنقراها بسرعة ان شاء الله، بس نشوف كان حضرة النبي بيحل ازاي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رحيم على مسلمين، يبعد سلام في كلمتين يا أهل الله، مشتاق لنسمة الطيبين وديها ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء